في هذا السياق. لا 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 خليو خشنا حديث ان السيد وزير خلي على القضاء. خليونا الضيف حددت في فضله الجلسه. سيدي الكريم القضاء مستقل استقلالا تاما من الناحيه المؤسساتيه، مطلوب من القضاة ان يمارسوا استقلالهم من الناحيه العمليه. انا وغيري لا يمكن ان نمس باستقلال القضاء، وانا لم اتحدث بصفتي الوزاريه وانما تحدثت بصفتي الحزبيه، وقد اصيب وقد اخطئ، لكن القضاء في النهايه مستقل ولا احد من حقه ان يتدخل فيه ولا احد يمكن ان ينازع استقلاله. لا اريد ان اضيف الى ما قلته، دعونا في ما هو مؤسساتي وتشريعي، ارجوكم لا مجال للخوض في التفاصيل، فالتفاصيل يمكن ان اتناولها وتتناولها في سياق اخر. انا الان اتحدث بصفتي وزيرا للدوله وحقوق الانسان، حينما اتحدث بصفتي الشخصيه الحزبيه ساتحدث في هذا الموضوع وغيره. انا لا اخلط بين الصفتين، وصفتي واضحه هنا وبينه، ولا يمكنني ان اخرج عنها مهما حاولت من خلالي. لا انا وزير، لن اتحدث بالموضوع بصفتي الحزبيه، لن اتحدث الان بصفتي الحزبيه. سيدي نضرب على الموضوع. حصلتوني بغيت شوف، انا الان وزير والوزير وزير، وحينما سأزيل هذه الجرافات وسأتحدث بصفتي. لماذا البلاغات في صفحتك الفيسبوكية تدخل ذلك الموضوع؟ البلاغ اللي في صفحتك الفيسبوكية تدخل الموضوع الخامس. قلنا لك هذيك راه الصفة الشخصية ذيك الله. تكلمنا عليها. دابا في 2018 ودعناها. لا يخليك واحد يقول انها طلع ميكرو طلع ميكرو. من حيث الاحكام القضائية معتقلة للزرادة، كيف تعلق عليها؟ الله يخليكم. بالنسبة للأحكام الصادرة، أنا فقط أريد على من أراد أن يعلق عليها أن يكون قد طلع عليها. من طلع على الأحكام وعلى تعليلاتها وراقب المحاكمة ومناقشاتها يمكن أن يعلق. الناس يعلقون ويقررون في شيء ما درسوه، ما رأوه، ما بحثوا فيه، ويصدروا الأحكام. هل هذه أحكام صحيحة؟ المنظمة الدولية أنها يعني سنة سوداء تتحكم لك هكذا. سيدي الكريم، أنا أحترم منظمة الأمن وأحترم كافة المنظمات الدولية والوطنية، ومن حقها أن تقول ما تراه بشأن أوضاعنا الحقوقية، لكن يبقى أن نقول أيضا نحن رأينا في رأي هذه المنظمات الدولية. أنا إذا كانت منظمة العفو الدولية حضرت جميع أطوال المحاكمة التي عرفتها يعني هذه القرية أو تلك وأصدرت حكمها، أنا ما عندي حتى شيء تعليق. أنا الآن أقول المشكل هو منهجي، هل إن هذه المنظمات يعني واكبت المناقشات ودرست الأحكام فأصدرت حكمها؟ إذا كان هذا لها ذلك، أما إذا كان غير ذلك فلا يمكن. أنا هنا لا أزكي حكم المحكمة، ولكن أيضا لا يمكن أقبل يعني بسبب في إصدار الحكم. معينة وزير لحظة مؤخرا كنت عديد من جرائم القتل، لشفنا كنت تكتبت الجرائم اللي تكون فيها الضحايا أجانب، للعكس الضحايا اللي تكونوا معارضة. شوفي الله يخليك، أرجوكم لا تصدروا هذه الأحكام على مؤسستكم. صفتكم لا، متى قمنا بمفاضلة بين دم ودم؟ الدم دم. على سبيل المثال الحادثة اللي وقعت في يهديكم الله. كاين هناك فرق بين الجريمة الإرهابية وخطورتها وبين الجرائم العادية. إذا قام مواطن وقتل مواطن أو قتل أجنبيا في سياق مشروع إرهابي، راه الأمر أخطر منه يعني حينما يتعلق الأمر بقتل جريمة عادية. الشيء معروف، لأن القتل في سياق الإرهاب لا يمكن أن يضاهي القتل في سياق غير إرهابي. الشيء معروف، مع العلم أن القتل قتل، وأن القتل جريمة شنيعة، وأن العقوبة عليها يعني راها واحدة، ولكن مع ذلك الإرهاب
صعب، لأنه فرق بين أن يكون هناك واحد شخص دخل في سوء تفاهم مع شخص وكان النتيجة القتل، هذه جريمة شنيعة، وبين شخص كيهيب في الناس بدون مقدمات وبدون وهذا الشيء مشكل في المغرب، في العالم الإرهاب يعني جريمة في ثلاث ولا تنهي الجريمة العادية.